اسمك ايه؟ اسمي محمد. النقابة بتاعتنا اي واحد محجوز في مستشفى بيروح يديله 20 جنيه ويمشي. اللي محجوز في المستشفى بيديله 20 جنيه. نقابة ايه يا فندم؟ النقابة العامة بتاعتنا بتاعت شركة المية. 20 جنيه. بيسوقها للي مريض في المستشفى وانت عامل ايه يا حبيبي؟ ويحط له 20 جنيه تحت المخدة ويمشي. النقابة مالهاش أي دور مع العميل. وده الكلام ده حصل معايا أنا. النقابة مالهاش أي دور. الكلام ده حصل معايا.